سباق الخير هيا معا نحو الثريا فبسم الله. حملتنا في سباق الخير لأول يوم في شهر رمضان المبارك وهي كفاة الأرامل. يا جماعة احنا الحين مع عبد الرحمن، عبد الرحمن هذه أرملة ما تشتغل، عندها ثلاثة من العيال ما يشتغلون، انتوا كفلتوها لمدة سنة وإن شاء الله نبي نكفلها هذه السنة لمدة سنة قدام. يا جماعة الخير خلف هذا الباب قصة أرملة، انتوا فرحتوها بكفالتكم لها سنة كاملة. يا جماعة الخير وراها 88 أرملة تنتظر تبرعكم لهم وكفالتكم لهم. باكر إن شاء الله في سباق الخير عندنا مشروعنا كفالة الأرامل. يا جماعة شدوا حيلكم معنا عشان نفرحهم سنة كاملة. بارك الله.